الله أكبر الله أكبر. أهم شبيحة وكلاب الأسد على جبهة الشيخ سيد يتمركزون في هذه النقطة، وسيتم الآن بإذن الله دكهم بالهاوين عيار 120. الله أكبر. لواء التوحيد الفوج السابع 12/5/2013. أهم كلاب الأسد في هذه النقطة يتمركزون. الله أكبر. جبهة الشيخ سعيد، كلاب وشبيحة الأسد يتمركزون في هذه النقطة. الله أكبر ولله الحمد. سيتم الآن دكهم بهاون عيار 120.